شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد وجعله لمقاصد عده وربط به احكاما تتعلق بالمجاهد وبالجهاد نفسه وبآثار هذا الجهاد من الغنائم والاسرى ونحو ذلك. ولم يترك الامر لاجتهادات المقاتلين ونظم ذلك كما ينظم كل احكام الشريعه فضبطها بالنص الشرعي وربطها بمقاصد ينبغي ان تتحقق فلا يصلح ابدا ان تخالف النص نفسه ولا ان تنأى وتبتعد عن المقاصد، فلا بد من مزاوجه الامرين معا حتى يتحقق امر الله سبحانه وتعالى من الجهاد. ومن شروط الجهاد واهمها على الاطلاق اصلاح النية. لان الجهاد انما هو امر يرتبط بمفاهيم العباده. لانه لم يكن مجرد قتال وانما كان عبادة لله سبحانه وتعالى بإحياء النفس وبصيانة المال والأعراض والأرض والدماء ونحو ذلك ومن هنا فلا بد من إخلاص النية لله في هذا روى مسلم رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله ان اخلاص النيه واصلاحها ليتواءم العمل مع ما يرضي الله سبحانه وتعالى هو الذي يواكب الشريعه ومن هنا فمن قاتل بقصد ارضاء الله عز وجل وتحقيق المقاصد التي ارادها الله عز وجل من الجهاد فهذا الفعل هو الذي يعد في سبيل الله واما ما وراءه فليس في سبيل الله، ولا يمتنع ابدا حسن النيه مع وضوح الشجاعه، حسن النيه مع ان تاخذه الحميه الى ان ينتصر للمظلومين، وان يحقق امر الله سبحانه وتعالى، لكن الاساس في ذلك كله انما هو اخلاص النيه واصلاح العمل لله عز وجل. ومن شروط الجهاد مراعاة مقاصده. فان احكام الله عز وجل قد ربطت بغايات ينبغي ان تتحقق فاذا ما تحققت هذه الغايات كان الفعل على اتم ما يكون واعطى ثماره كامله فالصلاه شرعت لتحقق مقصد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فاذا لم يتحقق هذا المقصد فان الصلاه ليست فاعله وان كانت مقبوله عند الله عز وجل وكذلك هو الجهاد قد شرع لتحقيق مقاصد فإذا ما أداه المجاهد وهو يضع في ذهنه وفي قلبه وفي تصوره أنه سيحقق هذه المقاصد كان جهاده صحيحا أعطى ثماره المطلوبة، ولم يكن مجرد فعل اندفاعي ليس وراءه إلا فقط الحمية الإيمانية، فمع الحمية الإيمانية لابد من تحقيق مقاصد الشرع في ذلك، والشرع له مقصدان في الجهاد، في جهاد الدفع المحافظة على الكليات الخمس من الدين والنفس والنسل والمال والعقل. واما في جهاد الطلب فالمقصود منه الدعوه الى الله عز وجل. ومن هنا فاذا كان المجاهد في جهاد الطلب فينبغي ان يستحضر انه في يؤدي ما يخدم الدعوه الى دين الله عز وجل. واذا كان في جهاد الدفع فليتذكر انه انما مكلف بصيانه هذه الكليات الخمس التي جاءت الشريعه كلها من اجل المحافظه عليها ورعايه مصالحها ومقاصدها ومن شروط الجهاد اعداد العده والتخطيط العسكري ذلك ان الجهاد وان كان فيه معنى التعبد لله عز وجل، وان كان فيه معنى امتثال امر الله عز وجل ومراعاة المقاصد الشرعيه من خلاله، فانه في لغه الاسباب واحد من قوانينها، فالجهاد ينتسب الى عالم الاسباب، لانه سبب من اسباب حمايه الامه، وسبب من اسباب الدعوه الى الله عز وجل، وقانون الاسباب يقتضي التخطيط والاعداد، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فلا بد من اعداد العده ولا بد من احداث النكايه من خلال الاسباب التي يقوم بها المسلمون في اعداد العدد بالخطه العسكريه وباسباب القوه الماديه والمعنويه وعلى راسها الرمي والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي فينبغي ان يتجهز المسلمون من خلال ما لديهم من قانون الاسباب بكل اسباب القوه الحديثه والقديمه الماديه والمعنويه. ومن شروط الجهاد مراعاه المواثيق والالتزامات التي تعهدت بها الدوله المسلمه. فالقتال لم يكن مجرد صراع في الغابات، وانما هو صراع البشر، فلا بد ان يكون الصراع انسانيا. إن صراعات الذئاب لا تنتهي إلا بموت الذئبين أو أحدهما، وأما صراعات البشر فلا بد من أن تؤنسن، ومن ثم جاءت القوانين والمواثيق والمعاهدات من أجل تخفيف الصراعات وتلطيفها وبعبارة أخرى من أجل أنسنتها، ومن هنا فإن الإسلام وحتى في لحظات الجهاد يطلب من الأمة المسلمة أن تلتزم بالعقود والمواثيق، وإذا رأت أن الطرف الآخر لم يلتزم بها فإنها ي ينبغي ان تعلن له انها في حل من ذلك الالتزام. قال الله تعالى: "وإما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين" لذلك فان الاسلام لم يسلخ عن الحرب نظام الاخلاق. بل جعل الاخلاق مندمجه مع احكامها الشرعيه بحيث لا تنفك ومن هنا تتازر مفاهيم التشريع مع العقيده مع الاخلاق في كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وتتميز بذلك الشريعه من خلال هذا الثالوث بانها في الواقع لا انفصال في فيها بين الدنيا والاخره ولا ما بين التشريع والاخلاق، وانما الامر متكامل ليحقق مقاصد هذا الدين. ومن شروط الجهاد ان يقع تحت ولايه، ان يكون مع امام، ان يكون مع مرجع، فتكون للجهاد مرجعيه يحتكم اليها وليس الجهاد غزوا كغزو العشائر. انما هو بانتظام بامر الله عز وجل وتخطيط مع مرجعيه هي التي تشرف على الجهاد وياتمر الناس بها قال صلى الله عليه وسلم انما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به فهذا الحديث يبين أن الإمام له وظيفة ووظيفته أنه يدير هذه العملية المعقدة التي فيها إزهاق أرواح والتي فيها تقدير مصالح والتي فيها تباين في أغراض الناس والتي فيها مفاسد ومنافع ومن ثم فإنها عملية معقدة تحتاج إلى شخصية متميزة في صفاتها وفي أفعالها وقادرة على أن تدير المعركة في نسق متكامل فليست المعركة بعيدة عن نسق تخطيط الدوله العام، فالجهاد يقع ضمن مسؤوليه الدوله ومسؤوليه الامام ومسؤوليه من يقوم مقامه عندما تسقط الدوله ويغيب الامام. ومن شروط الجهاد استئذان الوالدين حين يكون احدهما او يكونان حيين. ان ذلك لا ينطلق الا من خلال انسجام التكليفات بعضها مع بعض. فالمسلم مكلف بما يحقق مصلحه امته على ان يتع... على أن لا يتعارض مع مصالحه الفرديه، ومن هنا جاء الاسلام ليوائم بين هاتين المصلحتين، مصلحه الامه التي تقضي ان يذهب للجهاد في سبيل الله وان ازهق روحه في سبيل ذلك، ومصلحه من هم في رقبته من المسؤوليات كالوالدين، فاذا هو ذهب للجهاد فانما قد يضيع الوالدان من بعده، ومن هنا فلا بد من استئذانهما لضروره حقهما الخاص وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد انها مراعاه تلك المسؤوليه وهذا الامر في الواقع يسقط في حاله ما اذا كان هجوم العدو شاملا بحيث يمكن ان يستاصل شافه المسلمين جميعا ومن هنا فلا بد من الدفاع عن الامه وهو مقدم على بقيه الحدود الفرديه والشخصيه ومن شروط الجهاد الا يقاتل من لا يقاتل وذلك ان كثيرا من الناس لا ينخرطون في عمليه القتال كالأطفال والنساء والكبار السن والعجزة فهؤلاء ليسوا من أهل القتال فما يشرع للمسلم أبدا أن يقاتلهم بل يعد ذلك مخالفة شرعية فقد روى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة وهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لا يقاتل إلى المقاتلة وهذا دليل على أن للجهاد مقاصد فمقاصده الدفاع وقتال هؤلاء لا يحقق الدفاع لأنهم ليسوا من المقاتلين كما أن من مقاصده أيضا الدعوة وهؤلاء لا يقفون في وجه الدعوة عادة فلا الصغير ولا المرأة ولا الشيخ الكبير يقفون في وجه نشر دين الله عز وجل عادة وإنما الملأ من القوم والكبراء هم الذين يمنعون نشر دين الله عز وجل ومن أجل ذلك شرع جهاد هؤلاء ولم يشرع جهاد هؤلاء. جهاد هؤلاء المستضعفين